قصة جديدة من سلسلة دروس عن بعد. أولا يا أطفالي سنحدد معا تاريخ اليوم. إذا البارحة الأربعاء، اليوم الخميس، غدا الجمعة. أحسنتم. 11 انظروا إلى هذا العدد، 11 رقم وحدته واحد ورقم عشرته واحد. نعم، شهر يونيو 2020. وسأحدد يا أطفال الصغار معكم على اللوح. انظروا جيدا، الخميس وهو رابع أيام الأسبوع. 11 يا أطفالي، نعم شهر يونيو، شهر يونيو. أحسنتم، وهو سادس الشهور الميلادية. أما بالنسبة لفصول أربعة يا أطفالي فنحن لازلنا في فصل الربيع. انظروا الآن إلى حالة الطقس، الجو مشمس. الآن يا أطفالي الصغار سأنتقل معكم إلى حرف جديد وهو حرف الواو. انظروا إلى حرف الواو جيدا يا أطفالي الصغار، فهو ينزل عن السطر. انظروا إليه جيدا، انظروا إلى هذه الكلمة، سأستخرج صوت الواو منها. و وطن وط وطن. انظروا إلى صوت الواو هنا في أول كلمة وفي وسط الكلمة، هنا كتب مع الفتحة إذا سينطق و و، وهنا في وسط الكلمة مع مد بالألف و و. إذا سأجزي هذه الكلمة إلى مقاطع، وط وط وطن. إذا عندي هنا ثلاث مقاطع. وطواط هو طائر، وهذا الطائر الأسود اللون. أحبائي الصغار الآن انظروا إلى حرف الواو في أول كلمة، وسط الكلمة، وآخر كلمة، لا اختلاف، فهو يكتب بنفس الشكل. الآن أطفالي سأقرأ هذا النص التي تتضمن بعض كلماته صوت الواو. إذا تتبعوا معي يا أطفالي الصغار. قام قام وليد من النوم باكرا. سأجزئ كلمات هذه الجملة، انتبهوا معي لأتمكن من قراءتها. قام وليد من النوم باكرا. نعم، قام وليد من النوم باكرا. سأكمل القراءة أطفالي. رتب وليد سريره ووسادته ونظف أسنانه وغسل وجهه وخرج إلى الحديقة فسقى الخضراوات والفواكه والورود وقطف وردة وردية ليهديها إلى ماما فوزية. الآن أطفال الصغار فكما ترون بعض هذه الكلمات تتضمن صوت الواو، مثلا وليد. انظروا إلى حرف الواو هنا مع الفتحة في أول كلمة. الآن أطفال الصغار مثلا انظروا إلى كلمة النوم، النوم. انظروا إلى صوت الواو هنا، أوه أوه مع السكون، النوم. وليد هذه كلمة أيضا. وسادته ونظف أسنانه وغسل، هذا واو العطف أطفال الصغار. وجهه وخرج إلى الحديقة فسقى الخضراوات والفواكه والورود. هنا أطفال الصغار في هذه الكلمة انتبهوا إلى كلمة الورود، 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 الورود. انتبهوا أطفال الصغار، هنا صوت الواو و، لكن هنا الواو مد يا أطفالي، و الو، هنا مع حركة الضمة و، لكن هنا أطفال الصغار فهو مد لحرف
الراء رو لم ينطق هنا لأنه هو حركة، هو حركة وليس فوقه أي حركة. انظروا الورود، الورود لم أنطق بحرف الواو. إذا الأطفال الصغار قرأوا هذا النص، وشكرا لكم على قراءاتكم الجميلة، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله سنلتقي في المساء لنتعرف أكثر على حرف الواو. إلى اللقاء أطفال.